اهلا اهلا بساندوتش الهبة، معقول هبة وما سويه معكم؟ يلا مع بعض. عندي هنا جبنة الحلوم قطعتها الى شرايح طولية بهالشكل، راح اتبلها. عندي هنا العسل اللي فيه الفلفل، باخذ شوي واوزعه على الجبن الحلوم من فوق ومن تحت. بكمل بعد التصوير عشان ما اطول عليكم سنابات. وزيت زيتون من الجهتين، نشوح الحلوم بشوية زيت زيتون. تركت الحلوم شوي وبعدين راح انزل بزيت الزيتون لحد ما يتحمر من الجهتين. راح نستخدم الخبز المفروض، استخدموا النوع اللي انتم تفضلون. وراح ندهنه، تبون هو الاصل بالزبادي اليوناني، انتم عاد تبون لبنه، تبون براحتكم، حطوا اللي تبون. نرص الان جبن الحلوم اللي حمرناه. يا الله على جمال الجبنه، تبارك الرحمن. اللي ما يحب الحلوم مسكين عليها. بيكون عندي هنا شرايح الخيار، عشان ما أطول عليكم بكمل الأوراق النعناع. وآخر شيء بيكون حبات الرمان.